أكد مصدر من داخل إدارة باريس سان جيرمان لبين سبورت أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول اتصالات مزعومة بين النادي والمدرب جوزيه مورينيو لا أساس لها من الصحة. مصدر بين سبورت عبر أيضا عن استغرابه الشديد من الشائعات التي تشير إلى مفاوضات بين باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لضم النجم البرتغالي.